بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اليوم سنتابع في الأمثلة التطبيقية على نظرية تلازم الرباعية في التفسير. طبعا كما ذكرنا نظرية من قبل، إنه هذه النظرية لفهم القرآن فهما رصينا صحيحا بعيدا عن التدخلات الداخلية والخارجية، كان من المفسر، من نفس المفسر، من الروايات التاريخية، من الروايات الحديثية حتى، يعني القرآن مجرد تماما ضمن هذه النظرية. طيب، اليوم سنتكلم عن قصة ذي القرنين. طبعا ذو القرنين لم يرد شيئا أبدا 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 في يعني من هو ذو القرنين. والخطأ يعني حينما نحن نحاول أن يعني نطلق ذو القرنين على فلان وفلان وفلان من الشخصيات التاريخية، وإن كان يعني الرحلة القرآنية التي ذكرها الله في القرآن لذي القرنين يعني رحلة مميزة، ومن المفترض يعني أن يكون الشخصية التاريخية التي تمثل ذي القرنين موجودة في التاريخ بشكل يعني إلى حد ما يكون صريح. لكن هناك عدة شخصيات تاريخية تنازع عليها الناس، هل هذا ذو القرنين، هذا ذو القرنين. فنحن القرآن الكريم من منهج القرآن الكريم، القرآن الكريم لا يذكر أسماء، حتى الأنبياء لم يذكر أسماءهم جميعا، لا يذكر أسماء أبدا. يذكر قصص كثيرة وأشخاص كثيرة يتكلمون ويتحدثون، هم يعني من أبطال القصة، ولا يذكر أسماءهم. منها سورة الكهف التي نفسر فيها من هم أهل الكهف، من هم أصحاب الكهف، هذا كله لا يهم. ومن اشتغل بالبحث عن أسمائهم أو الأسماء المضمرة في السور في القرآن، هذا يضيع وقته، وهذه لا فائدة منها. لو كان فيها فائدة لذكرها الله تعالى. ذو القرنين طبعا لفظ يدل على يعني نحن نعلم أن القرآن الكريم كتاب مجاز، القرآن الكريم كتاب بلاغي صرف، هو إعجازه في البلاغة. فذو القرنين هو لقب أطلق عليه هذه الصفة. ذو القرنين، القرن فيه معنى القوة، فيه معنى المنعة، لذلك يعني تفيد ذو القرنين أنه صاحب القوة المضاعفة. ما هي هذه القوة المضاعفة؟ قد تكون كما ذكره الله عز وجل في الآيات كما سيأتي، آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني أسباب ممنوحة قدرية خلقية مثل القوة والعزة والمنعة والمال، وأسباب أيضا عقلية إرادية، يعني إن أراد أن يفعل أسباب أخرى تتوافق مع تلك الأسباب وتتمم تلك الأسباب لتكون يعني يمشي في ضمن نطاق السنن الكونية. هذا معنى ذو القرنين والله أعلم. فإذا أو ذو القرنين يعني قوة في الشرق وقوة في الغرب ممكن، لكن فيه معنى القوة والمنعة والعزة، هذا لا شك فيه أبدا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل يعني يسألونك عن ذي القرنين، من هو ذو القرنين، من هو هذا الشخص الذي ذهب إلى الشرق والغرب إلى آخره، قل سأتلو عليكم منه ذكره. طيب، سأذكر لكم شيئا عنه، ليس كل شيء. وهذا أيضا من حكمة القرآن، أنه يعني القرآن لا يذكر التفاصيل، دائما القصص للتعليم والإرشاد. قال لنرى، قال إنا مكنا له في الأرض، انتبهوا، إنا مكنا له في الأرض، أعطيناه قوة ومكانة في الأرض، يعني حكم قوي جدا. إنا مكنا له في الأرض، وساقها الآية بالتعظيم، يعني إنا نحن بعظمتنا مكنا له في الأرض، يعني كأن ملكه كان عظيما وقويا جدا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أعطيناه كل أسباب الحياة، طبعا أسباب التمكين، الاقتصاد، القوة العسكرية، طبعا أكيد العقل والذكاء والحكمة والإيمان، هو مؤمن، يعني هو رجل مؤمن وعميق الإيمان. بعضهم قالوا هو الإسكندر المقدوني، هو تلميذ أرسطو،
قد يكون، لكن هذا الكلام يعني نضيع أوقاتنا في البحث فيه، لا يهمنا. نتعلم الآن الحكمة من سياق هذه القصة. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، كل أسباب التمكين في الأرض آتيناه إياها قدرا وهبة، يعني تسخير له كل أسباب القوة، الاقتصاد، الجيوش، كل أسباب القوة. قال فأتبع سببا، فهو فعل أيضا أسبابا. هذه الأسباب ابتداء منه، طبعا الخالق هو الله، لكن هنا يعني ابتداء بإرادته أراد أسبابا أخرى وقدم أسبابا أخرى. هذه الأسباب الأخرى هي متممة للأسباب الأولى، أتبعها بهذه الأسباب حتى يعني يسخر أو يمشي ضمن النطاق السنن الكونية الإلهية. كون قائم على الأسباب، قانون الأسباب والمسببات، هذا من حكمة الله في هذا الكون، ويقود الله عز وجل هذا الكون بهذا القانون. قال حتى إلى أن بلغ مغرب الشمس، سار بهذه الأسباب والتي أعطاه الله بها، كانت مسخرة له، مهيئة له، لأن وصل إلى مغرب الشمس. طبعا الشمس لا تغرب في مكان واحد، يعني الشمس لا تغرب في مكان، ليست الأرض مسطحة والشمس تغرب من هنا وتشرق من هنا، هذا شيء طبيعي. لكن نحن في لغتنا دائما نقول أين دار فلان؟ في الغرب، عند المغرب، عند مغرب الشمس. هكذا هذه مستعملة، هذه اللغة هي لغة عربية. يعني لا يأتي أحد من الملاحدة ومن المعترضين يقول أنتم تقولون الأرض مسطحة وهناك مخالفات علمية في آيات ذو القرنين. لا لا لا، ليس هناك أي مخالفات علمية. هذه الآيات، كل هذه الآيات تتكلم في لغة العرب. لغة العرب نقول غربت الشمس في البحر، تمام. أين تغرب الشمس؟ في بحر بيروت، في بحر صيدا، في بحر اللاذقية. كي يعني الشمس تغرب في البحر؟ لا لا، لا تغرب في البحر. والقرآن في هذا السياق سياق لغوي، قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني أقصى مكان غربي، ليس أقصى على الإطلاق، لا لا، يعني مكان بعيد في مغرب الشمس تماما، الله أعلم مئات الكيلومترات، ألاف الكيلومترات، لا يهمنا. قال وجدها تغرب في عين حمئة. كيف تغرب الشمس في العين؟ الشمس، الأرض تدور حول نفسها وتظهر الشمس أنها تشرق وتغرب. هذا هو وصل إلى مكان فيه عين ماء، فالشمس كما في البحر تسقط في البحر، ظهرت أنها تسقط في عين الماء، وكأن الماء صار حارا. يعني هذه رؤية ليست حقيقية، رؤية بصرية ليست حقيقية. نحن نرى الشمس بحجم الرغيف، هل هذه رؤية حقيقية؟ لا. هل إذا سألت أنت، لو أنا سألتك انظر اليوم القمر بحجم الرغيف، ألا نتكلم هذه حتى في اللغة العامية، نقول انظر إلى القمر اليوم بدر ما شاء الله بحجم الرغيف، يعني حجم الرغيف يعني القمر بحجم الرغيف هو سدس الأرض. لا، هذا بحسب هذه العين وليس بحسب الحقيقة. فهو بحسب عينه رأى الشمس تغرب في عين حمئة، يعني منظر جميل رائع، يعني منظر فيه يعني نوع من أنواع الجمال. قال ووجد عندها قومة، وجد عند هذه الشمس قومة، ليس يعني عند الشمس ملاصق لها، لا، عند الغرب أقوام وعند الشرق أقوام. يعني هذا معنى بسيط جدا، أقول أنا عند الجبل وقف فلان عند الجبل، قد يكون هو يعني أو على الجبل، يعني قد يكون ارتفع 5 أمتار على الجبل، يعني هل وقف على رأس الجبل؟ هذه المعاني باللغة عنا فيها مجاز، كلها فيها مجاز. قال ووجد عندها قوما، لا على التعيين، قلنا يا ذا القرنين، دعاهم إلى الله طبعا، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فدعاهم إلى الله عز وجل فأبوا أن يؤمنوا بالله، وبعضهم آمن بالله، فقال الله عز وجل خيره، قال ادعوهم إلى الله واحكم أنت فيهم، قوة قوة وسلطان، ادعوهم إلى الله. فدعاهم إلى الله، هو أصلا داعي، يعني رحلته هي رحلة دعوية بحسب ما نسمع. فدعاهم إلى الله، منهم من آمن يبدو، ومنهم من كفر، منهم من أعرض، ومنهم، فقال الله يا ذا القرنين، إما أن تعذب هؤلاء الذين عاندوا وكفروا وكابروا، وربما صدوا أيضا المؤمنين عن الإيمان كما يحصل دائما في كل القرآن،
يدعو الأنبياء أو ورثة الأنبياء الناس إلى الإيمان، فينقسمون قسمين، فالأقوياء يكفرون والضعفاء يؤمنون والأقوياء يعذبون الضعفاء. يعني أنت لا يصح أبدا أن تفسر القرآن، آيات في القرآن، بعيدا عن الروح القرآني. هذا الروح القرآني، هذا ركن من أركان التفسير، الروح القرآني. الروح القرآني كل الدعوات إلى الله، بدأت هذه الدعوة إلى الله بالأنبياء والصالحين، ينقسم المدعوون قسم إلى الكفر وهم الملأ، وقسم إلى الإيمان وهم الضعفاء، فيعذب الأقوياء الضعفاء. فهنا تدخل ذو القرنين، قال يا ذا القرنين إما أن تتخذ، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنى. قال أما من ظلم هؤلاء الضعفاء، كفر وظلم، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. تمام؟ طيب. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هي أول رحلة. قال ثم أتبع سببا، عطف على الأولى، يعني آتيناه الأسباب الكذا، فالخلقية القدرية، فأتبع هو بأسباب إرادية من عنده. قال إلى أن وصل، وهو يريد الرحلة، هذه الرحلة الدعوية، إلى أن وصل إلى مطلع الشمس. قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس، هل الشمس تطلع من مكان؟ نفس الكلام في الغروب، نفس الكلام في الشروق. وصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو باتجاه الشرق، هناك سار باتجاه الغرب، هنا سار باتجاه الشرق. قال فلما وصل وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يبدو أن هذه المنطقة الشرقية صحراء، لا يوجد أشجار ولا جبال، فلا يوجد ما يستر الناس يعني من الشمس. لم نجعل لهم من دونها سترة، ما عندهم ظلال، ما عندهم في صحراء، مش كيف الصحراء مثلا السعودية، كيف صحراء الكبرى في الجزائر، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها يا لطيف لا يوجد شجر، لا يوجد شيء. طيب، يعني الدليل على أنها حياة قاسية جدا. قالوا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، يعني مثل ذلك الاطلاع على هنا والاطلاع على هنا، اطلع على كل مملكته وكل الأماكن التي وصل إليها، يعلمه الله ويزداد خبرة في شرق الأرض وغربها. طيب، قال ثم أتبع سببا، أيضا معطوفة على التي قبلها. وهنا الآن الكلام المهم جدا جدا جدا. قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، السد هنا جبل، السد هنا جبل، حتى إذا بلغ بين السدين، سد وسد، سد عن ماذا؟ يعني سد عن مكان آخر، كأنه هنا في مكان مفتوح وخلف هذا الجبل مكان مفتوح، وهذان الجبلان يسدان بين هذين المكانين المفتوحين، والطريق بينهما هو هذا الوادي بين السدين. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني وصل إلى مكان ناس أعاجم، أعاجم لا يعرفون كيف يتكلمون، كأنه لغتهم ثقيلة في هذه المكان، منطقة جبلية، ودائما مناطق الجبلية تكون اللغة ثقيلة. أيضا قد يكون معه مترجمون وقد لا يعرف لغة هؤلاء. قال لا يكادون يفقهون قولا، لا يستطيعون أن يتكلموا بشكل صريح وواضح. طبعا مهم صار في تواصل ولو بطريقة يعني غير مباشرة. التفاصيل أنا مذكورة في كتب الكتاب التفسير، لكن نحن نتكلم الآن كمحاضرة تسهيلية بس حتى نعرف الدلالات كيف تكون. قال وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وقد يكون المعنى أنهم يعني إلى حد ما يعني غير، لأنهم جبليين يعني غير، ما عندهم الآداب الكاملة في الكلام، قد يكون ذلك. قالوا يا ذا القرنين، شافوا قوة وجيوش وهو رجل خير ودعاهم إلى الله، قد يكونوا آمنوا، لم يتذكر الآية هذا الأمر. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يعني هلأ الآن بدأنا الكلام عن مسألة، يعني دائما مع الأسف يعني تتدخل الروايات في تفسير هذا القرآن. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، أولا يجب أن نبحث في كلمة يأجوج ومأجوج لغة. وجدناها كلمة
من أجج وما أجا، يعني كلمة مستعملة عند العرب، ليست كلمة أعجمية أو غريبة، لكن العرب قليل استعمال هذه الكلمة، لكن موجودة في قواميس العرب من أجج وما أجا. ودائما مادة الجيم والميم لما تدخل في معنى يعني غليظ، والمأجة أيضا تدخل في معنى الطغيان، نقول موج البحر لأنه يطغى على الشاطئ تماما. فالشدة من وجه، ومن وجه الظلم والطغيان. إذن يأجوج ومأجوج هذا اسم لفاعلين. من هم هؤلاء الفاعلين؟ هم القبيلة التي خلف هذين السدين. إن يأجوج ومأجوج قبيلة واحدة وليسوا قبيلتين، قبيلة واحدة لكن لهم صفتان من الشدة والغلظة والطغيان والظلم والفساد، وهذه الكلمة تستعمل في اللغة العربية في هذا المعنى، تمام؟ فهؤلاء الذين يأجون يعني ويمجون، يطغون ويفسدون ويقتلون ويتعدون علينا، هذه القبيلة التي خلف هذه الجبل. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، والآية تتمت الآية توضح يعني مفسدون في الأرض، يعني بيضغوا علينا، بيقتلونا، بيغيروا علينا، يأسرون منا إلى آخره، يأخذون خيراتنا، ينهبوننا. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، يعني إجرة سنوية، ضريبة سنوية، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. شو رأيك في سد هون وفي سد هون؟ السد في الآية هو الجبل. قال اجعل بيننا وبينهم سدا، يعني جبل ثالث، يا أخي هذا الوادي سكره. الناس شو ظنيت حسب الروايات إنه حيعمر لهم حيط، جدار، بلوك أو حديد أو كذا، جدار واقف. لا لا، هم يطلبون منه سدا، يعني سد. قال هذا جبل سد، هن عم يقولوا الآية تقول السدين، وقال اجعل لنا سد ثالث، يعني جبل ثالث بين الجبلين يتصل بهذين الجبلين، نخلص من طغيانهم وعدوان هذه القرية الظالم أهلها. قال ما مكنني ربي فيه خير، أنا غني عنكم، معي مال والله أعطاني كل شيء، ما بدي خراج. ولكن هون الاتخاذ للأسباب، ولكن قال فأعينوني بقوة بشرية، يعني أجعل بينكم وبينهم ردما، سأردم بين الجبلين بجبل. قال حتى يعني اشتغلوا وأتوا وجابوا القوة البشرية وبدأ المشروع، قال حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني السدين، أعطوني، أتى بالحديد. لماذا الحديد؟ الحديد لتقوية، مثل يعني مثل كأنه عم يعمل صبة بيتون. أعطوني زبر الحديد، أتى بالحديد مع الحجارة، بنى بنى ردم، ردم يعني هذا جبل وهجر، ورمى رمى ورمى الحجارة، حجارة الحجارة، وقد يكون يعني بطريقة ما هندسية معينة بنى الحديد، وضع الحديد بين الأحجار وضبط الأحجار بالحديد إلى آخره، بنى هذا مثل الهرم، يعني عمل جبل مثل الهرم بين السدين، عمل سد ثالث وسماه ردم لأنه يردم من أعلى، هذه الحفرة يردمها من أعلى، هي ليست حفرة، وادي يعني. وبدأ قال حتى إذا ساوى بين الصدفين، حتى صار مستوي السدين بالسد الثالث. طيب الآن ممكن يتسلقوا على الجبل. قال آتوني، لأنه هو بنى جبل هرمي، ممكن يتسلقوا من هذه على الخيل أو على البغال أو، قال آتوني أفرغ عليه قطرة النحاس، خليني أفرغ النحاس هنا، فينزل النحاس يذوب وهو ذائب من النار يعني على الجبل، فكون طبقة من النحاس منها بتقوي مثل طينة يعني للأرض، ومنها ناعمة ثقيلة لا تستطيع الفرس أن تصعد عليها أبدا، ولا الحمار ولا البغل. الجبل ممكن الماعز إذا بتطلع على جبل ولو هيك بتطلع، لكن إذا بتطلعها على أرض ثقيلة وناعمة ما بتطلع. لذلك قال الله تعالى حاولوا هؤلاء أن يغيروا عليهم، قال فما استطاعوا أن يظهروه، ما قدروا يطلعوا عليه بشدة نعومته، صاروا يزحطوا، ما بنى جدار وعم يحفروا فيه كل يوم بس ينهد يوم القيامة. ما هذه الخرافات؟ يا الله يا الله يا الله على هذه الخرافات. اسمعوا ماذا قال، قال حتى إذا آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا،
يعني على النار والكذا وعلى النحاس، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هلا هون النقطة اللي غلطوا فيها المفسرون لأنهم فسروا بالآثار، قال هذا رحمة من ربي، قضى لهم شغلهم وبدأت الموعظة الآن، قال هذا رحمة من ربي. هذا شوفوا من رحمة ربي، الله رحمكم ومن رحمة الله في أن آتاني أتابي إليكم، لكن شوفوا هالقوة والعظمة للجبل، هي نوع من أنواع التذكير. فإذا جاء وعد ربي سيأتي يوم القيامة، عم يوعظهم يذكرهم لأنه عم يدعيهم إلى الإيمان. قال شايفين هذا الجبل الدك النحاس الحديد الزبر الصخور، قال جعله دكة وكان وعد ربي حقا. هي نوع موعظة ما له علاقة بهذا الجبل، يوم القيامة سيدمر هذا الجبل. طب الآن أين ود هذا الجبل؟ أكيد هذا الجبل موجود، لكن كيف سنعرف أنه هو؟ وهو صار كأنه قطعة من الجبلين الذين يعني كانا موجودين، وأكيد صار عليه تراب وكذا، وهو يعني ضمن سلسلة جبال، هو موجود هذا الجبل، وقد يكون صغير، وأكيد صغير هو، يعني أغلق وادي، قد يكون عرضه 50 متر 100 متر، فهو كتلة جبلية صغيرة بين كتل الجبال. أما إذا أنت متخيل أنه حيط موجود سد بين جبلين ومعمر حديد ونحاس وعم يدوروا عليه ما عم يلاقوه، ما بتلاقوه بحياتكم لأنه غير موجود هذا الأمر. لم يذكر القرآن جدارا مع الأسف، يعني انظروا إلى لما بنقرأ القرآن فقط كيف بنفهم، ولما بنقرأ الروايات كيف منضيع ومنشطح بالخرافات والأساطير مع الأسف. مع الأسف يا أحبابنا، إذا رأيتم هذه الآية كما ترون آيات واضحة بينة، ويأجوج ومأجوج هم كل مفسد في الأرض إلى قيام الساعة. لذلك قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، ما فتح السد، فتحت يأجوج ومأجوج، يعني يوم من علامات قيام الساعة قبيل يوم القيامة يفتح الله للمفسدين ويسلطهم على الضعفاء. ففي كل زمان حتى يأجوج ومأجوج، كل مفسد في الأرض هو يأجوج ومأجوج، يعني يأج ويمج. أمريكا اليوم يأجوج ومأجوج، هي من تقوم، ما في بلد بالعالم إلا ما هي تدمر هذا البلد، ما في بلد بالعالم إلا وتدمره مع الأسف، يعني مع الأسف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأما يأجوج ومأجوج أشخاص معينين، لا لا، هم كل مفسد في الأرض. فانطوت صفحة أولئك وطلع يأجوج ومأجوج في مكان آخر، وهكذا إلى قيام الساعة. لكن كأن الله سيفتح الباب على مصراعيه، وهذا القرن 20 قرن حروب، القرن 21 الله يستر قرن أكثر وأكثر ودمار وتدمير، هذا كله يأجوج يأجوج ومأجوج، كلهم يأجون ويمجون ويقتلون ويظلمون ويدمرون. هذا هو معنى الآيات الكريمة، بعيدا عن كل ما يشوش على صراحة القرآن ووضوح القرآن وبلاغة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.